وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية لتطلعنا على آخر التطورات في مجزرة طول كرم. أهلا بك دانا، إذن ماذا لديك؟ هنالك تصعيد واضح على مختلف الجبهات التي كانت قد فتحتها إسرائيل على ذاتها منذ 7 أكتوبر، ولربما أبدأ وأستكمل ما بدأ فيها الزميل في لبنان، والحديث عن غارات مكثفة إسرائيليا تستهدف الضاحية الجنوبية. وهذه الغارات وصفتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تشابه الغارة ودوي الانفجارات كما كان لحظة تنفيذ اغتيال الأمين العام لحزب الله نصر الله. لربما استطعنا قراءة نية إسرائيل في توسيع غاراتها من خلال بيانات جيش الاحتلال التي كان فيها قد وجه نداء إلى سكان بعض المناطق في الضاحية الجنوبية أو حتى المناطق التي تقع شمال الليطاني والتي تبعد بضعة كيلومترات عنه، وهذه المرة الأولى التي يطلب من سكان هذه المناطق الإخلاء والابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر وعدم العودة إلى المنازل إلا حين صدور قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نتحدث أن هذه الغارة لربما استكمالا لما زعم الاحتلال تنفيذه من استهداف المباني التي يستخدمها وتستخدمها فصائل المقاومة وخاصة حزب الله في تخزين الذخائر العسكرية والأسلحة، وبأنها تسعى من خلال هذه العملية إلى لجم حزب الله عن الوصول إلى المناطق الحدودية وتنفيذ ما أطلق عليه احتلال الجولان من خلال دخول بعض القوات وتحديدا قوات الرضوان عند المناطق والمستوطنات في الحدود الشمالية. ولربما بسبب استمرار هذا القصف المستمر على الذي طال مستوطنات عند الحدود الشمالية، التقديرات الإسرائيلية تقول بأنه نحو 200 صاروخ، ولكن بيانات حزب الله تتحدث عن أكثر من ذلك بكثير. كانت قد طلبت من سكان صفد والمناطق المحيطة، تتحدث عن الجليل بأكمله، وسط الجليل، الجليل الأسفل الأعلى إصبع الجليل، كلها طلبت من السكان المستوطنات هناك وتحديدا سكان المستوطنات الجاثمات على أراضي الجولان السوري المحتل بضرورة البقاء في المناطق الآمنة وبالقرب من الملاجئ. هذه على صعيد الجبهة اللبنانية والتي كان قد أعلن فيها مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء المظليين، وهذا اللواء التابع للفرقة 98 التي تقود الاقتحام البري هناك. وبهذا ترتفع حصيلة القتلى في صفوف جنود الاحتلال من ضباط وجنود إلى 9 جراء الاشتباكات الضارية هناك، بالإضافة إلى الإعلان من قبل المستوطنات في الحدود الشمالية أيضا عن مقتل جندي آخر، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يتأخر في الإعلان عن أعداد القتلى في صفوفه. هذا على الصعيد عند الجبهة الشمالية. ولربما الحديث عن الضفة الغربية، بيانات جيش الاحتلال حتى اللحظة لم تكن واضحة ورسمية عما يحدث في طول كرم تحديدا، ولكنني أستطيع القول بأن هذه الغارة التي نفذت باستخدام طائرة حربية هي للمرة الأولى التي يتم استخدام الطائرات الحربية لقصف بعض المستهدفين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ الانتفاضة الثانية، أي منذ 24 عام لم يكن هنالك استخدام لطائرات حربية تقصف مواقع داخل الضفة الغربية. وهذا القصف هو الأعنف والأكبر على الضفة الغربية، ليس فقط منذ التصعيد أي منذ 7 أكتوبر، بل منذ عقود طويلة. وسائل إعلام فلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن أعداد الشهداء قد وصلوا إلى 18 شهيد، وهنالك بعض الشهداء كانوا قد وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي وغيرها من مراكز طبية، جثث أشلاء ومتفحمة جراء هذا القصف العنيف. ناهيك أيضا عن الإعلانات المستمرة من قبل بيانات جيش الاحتلال فيما يحدث في قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة والمجازر، وبيان جيش الاحتلال الذي كان قد تغنى فيه القضاء على 3 من القادة التابعين لحركة حماس، على رأسهم روحي مشتهى واثنين من القادة في حركة حماس. نتحدث أيضا عن التطورات الميدانية، ولربما بيان جيش الاحتلال كان عن وصول مسيرة لم تدوي صفارات الإنذار بسبب اعتراضها في مناطق قرب البحر، وفي البروتوكول المفعل في منظومة الدفاع الجوية لا يكون هنالك تفعيل للإنذارات، ولكنها قالت بأنه تم اعتراضها وسقوطها في منطقة مفتوحة. على إثر هذه التطورات كانت محافظة القدس قد أخرجت بيان أدانت فيه هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية التي تستهدف سكان الضفة الغربية، دعت إلى إضراب شامل يعم الضفة الغربية ومدينة القدس، بل وكان هنالك مناشدة ومناداة إلى الخروج إلى الشوارع
في جمعة الغضب ردا على مجازر الاحتلال لما حدث مؤخرا في الضفة الغربية. ولربما فاتتني نقطة في الحديث عن الجبهة الشمالية، وهي التصريحات التي ذكرتيها على لسان رئيس أركان الاحتلال هليفي عند زيارته إلى الحدود. قال بأنه سيحاول لجم أعضاء وعناصر حزب الله من الوصول إلى المناطق الحدودية خوفا من تنفيذ الخطة التي كان يسعى إليها حزب الله لتنفيذها المتمثلة في احتلال الجليل، وبأن القوات ستعمل في ازدياد، وبأن هنالك العديد من الانتصارات العسكرية كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، وبأن هنالك اشتباكات ضارية لم ينفي هذا. ولربما هذا ما نستدله من وسائل إعلام غير رسمية، إعلان أعداد قتلى غير الذي يتم الإعلان عنه رسميا من بيانات جيش الاحتلال، وهذا إن دل فيدل أن هنالك بالفعل معارك ضارية تدور في داخل العمق اللبناني. نعم دانا، يعني هل هناك أي ظواهر أو شواهد فيما يتعلق بالدعوات للخروج في مسيرات غاضبة كما ذكرتي غدا ضد الاحتلال بكل أنحاء الضفة الغربية بعد هذه المجزرة البشعة أيضا في طول كرم؟ بالفعل كان هنالك دعوات من قبل نشطاء في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، ليس فقط غدا بل في هذه اللحظة، دعوا إلى ضرورة الخروج إلى جميع الحواجز العسكرية ردا على هذه الجرائم وعلى حرب الإبادة. وكان هنالك دعوات منظمة من القوى الوطنية والأهلية في مدينة القدس في الضفة الغربية لأن يكون يوم غد هو يوم غضب، تزامنا مع إعلان الحداد والإضراب الشامل الذي سيعم كل محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس حدادا على روح الشهداء 18 الذين كانوا قد ارتقوا جراء هذا القصف الأخير الذي استهدف موقعا في قلب مدينة طول كرم. كذلك الحالة الاحتلال يدفع في تعزيزات عسكرية، ولربما تحمل تفاصيله الزميلة بعد قليل ولاء للحديث عن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى العديد من المحافظات. هنالك بعض الحواجز ومنها حاجز حزمة الذي يقع شمال القدس المحتلة كانت قد أغلقت قوات الاحتلال أمام المركبات، وذلك لتقديرات إسرائيلية بأن يكون هنالك مواجهات أو أن يكون هناك خروج من قبل المواطنين ردا واستنكارا لكل هذه الاعتداءات ولكل هذه التضييقات على أهالي الضفة والقدس المحتلة. نعم دانا، ولكن ما هو تفسيرك حول هذا التصعيد في الضفة الغربية وخاصة أنه يتزامن أيضا مع قصف على بيروت؟ قيل من بعض وسائل الإعلام بأنه استهدف القيادي هاشم صفي الدين، ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه مستهدف من هذا القصف على الضاحية الجنوبية في بيروت، وأسفر إلى الآن هذا القصف عن 37 شهيدا و151 مصاب خلال 24 ساعة الماضية بشكل عام، وسوف نعرف الأرقام الدقيقة لهذه الغارات 11 غارة على الجنوب اللبناني إلى الآن. كل هذه الأحداث في بيروت في الجنوب اللبناني والتصعيد في الضفة، ما هو تفسيرك وفقا لما يصدر من تصريحات من حكومة الاحتلال وأيضا من مناقشات على وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ حتى اللحظة لا بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الغارة الأخيرة سواء على الضاحية الجنوبية أو على الضفة الغربية، ولكن نستطيع قراءة كل التهديدات التي حملها رئيس الأركان هليفي عند الحدود الشمالية، التهديدات التي صدرت على لسان بنيامين نتنياهو حول الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير. وفي المناسبة هنالك ما زالت مشاورات أمنية تعقد في هذه اللحظة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمباحثة كيفية ومتى وأين سيكون الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني الأخير، وهنالك تقديرات بأنه سيكون ردا ثقيلا ومدويا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن واضح أن إسرائيل في بياناتها التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية وفق التقديرات الإسرائيلية بأن إسرائيل تحاول لجم ما تسميه محور الشر الإيراني، أي أن كل تصعيد سواء في الضفة في القدس أو الجبهات السبعة التي يتحدث عنها وزير الأمن والدفاع الإسرائيلي تحاول إسرائيل كبح جناح هذه التطورات وهذا التصعيد في مختلف الجبهات للجم حزب الله وإيران عن استمرار الاعتداء على الأراضي المحتلة وتسميها إسرائيل، وبأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها وتأخذ هذه الشرعية الدولية من الضوء الأخضر الذي تعطيه إياه الإدارة الأمريكية. تزعم
وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هنالك مقاومين مطاردين تحاول حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتهم تحديدا في الضفة الغربية. ونلاحظ في الآونة الأخيرة هنالك استهداف كبير لشمال الضفة الغربية، نتحدث عن طول كرم، نابلس، جنين والمناطق الشمالية وتحديدا المخيمات. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى السياسي والمستوى العسكري لا يريد لهذه المخيمات أن تتحول لغزة صغرى، أي بفعل وجود فصائل مقاومة ناشطة تجابه هذا الاحتلال وتجابه هذا العدوان. لذلك هنالك تركيز في هذه الغارات في الضفة الغربية، وسط تقديرات من الشباك الإسرائيلي والمنظومة الأمنية بأنه سيكون هنالك لربما موجة عمليات تحات من قبل الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تزامنا في فترة الأعياد اليهودية التي نحن في صداها الآن. نعم، شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية، كنت معي من القدس المحتلة، مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.